بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، يا رب أعنا فيما أقمتنا فيه، على ما أقمتنا فيه، بما أقمتنا فيه، وبارك لنا فيما أقمتنا فيه، خذ بأيدينا إليك مما أقمتنا فيه، بما أقمتنا فيه، يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث، وأصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وأبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأقربائنا وأحبابنا وأصدقائنا وجيراننا وآل بيت نبينا وعلمائنا ومشايخنا وحفاظ كتاب ربنا وذرياتهم والمسلمين أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة شرح حاشية الشيخ الإمام البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، لفقه السادة الشافعية. فصل في أحكام الوصية، وهي متفرعة من كتاب الفرائض، لأنه قال كتاب الفرائض والوصايا، فلما خلص الفرائض اللي هي الفروض شرع في الوصية وجعلها فصلا في الكتاب، ولم يجعلها كتابا مستقلا. فقال: فصل في أحكام الوصية. وسبق معناها لغة وشرعا أوائل كتاب الفرائض، قال إن وصل، وصى يعني وصل، وصل يعني وصل، لأن الوصية بمعنى أن يصل خير دنياه بآخرته، لأنها متعلقة بما بعد الموت. وشرعا هي تبرع بشيء مضاف إلى ما بعد الموت، تبرع بشيء ده معنى الشرع. وسبق معناها لغة وشرعا أوائل كتاب الفرائض، ولا يشترط في الموصى به أن يكون معلوما. خد بالك ان في البيوع قلنا لازم يبقى معلوم ويبقى موجود، لا تبع ما ليس عندك، ويبقى طاهر ويبقى منتفع به ومتمول. فاكرين انتوا في اول البيوع، الوصية بقى ما فيش الحاجات دي. ولا يشترط في الموصى به ان يكون معلوما، يعني يجوز ان انا اوصي بمجهول، وموجودا يعني يجوز ان انا ايه اوصي بغائب، ما يشترطش يبقى موجود. ومش كده وبس، وهيقول لك كمان بنجس ينتفع به. خد بالك، يعني ممكن اوصي بنجس وينتفع به، شوف قد ايه. زي خمر محترمه، الخمر المحترمه واخد بالك يستفيد بيها من الكتاب، لكن المسلم ما يستفيدش به. ممكن اوصي بكلب حراسه ياخذه فلان بعدي، والكلب نجس ولا يجوز بيعه، لكن ممكن اوصي به. خدت بالك؟ فهيجي لك ايه؟ ممكن ان انا اوصي مثلا بزرق الطيور، وده نجس عند الشافعيه، بيستعملوه يسمدوا بيه الارض. ممكن ان انا اوصي به زرق طيور مزارعي، وانا راجل عندي مزارع كثيره، تستفيد بها العائله الفلانيه في زراعه اراضيها. ما حي، واترك الوصيه كده. يجوا كل اسبوع يكنسوا المزارع بتاعتي وياخدوا الزرق ده ويحطوه، هي دي وصيه بشيء نجس لكن منتفع به، وهكذا. يبقى ايه؟ ولا يشترط في الموصى به ان يكون معلوما وموجودا، يعني ممكن اقول اوصي بحمل هذه الشاة لفلان، والحمل لسه ما حملتش، له موجود ولا يقدر التسلم، لكن ما ينفعش ابيعه. انت ازاي؟ لان غير مقدور على تسليمه، لا تبع ما ليس عندك، مش كده؟ لكن ممكن اوصي بيه، وهكذا.
ولا يشترط في الموصى به أن يكون معلوما وموجودا، وحينئذ تجوز الوصية بالمعلوم والمجهول. هديك أمثلة، كاللبن في الضرع، أنت عارف كم كيلو؟ متعرفش، أو ده مجهول القدر. وبالموجود والمعلوم، كالوصية بثمر هذه الشجرة قبل وجود الثمرة، أي دي إيه؟ معدوم. وهي أي الوصية من الثلث، أي ثلث مال الموصى، الموصي، ثلث مال الموصي. فإن زاد على الثلث وقف الزائد على إجازة الورثة، ودي قلناها قبل. المطلقين التصرف، لازم يبقوا الورثة دول مطلقين التصرف. طب افرض ان انا سايب ورثة قصر سنهم صغير واوصيت باكثر من الثلث، لا تعتبر باجازته. لا مش فاهمين، لازم يبقوا كبار عاقلين، فاهم؟ احرار التصرف، ولا يؤخذ حتى باجازة الوصي عليهم. واضح؟ يبقى لازم يبقوا مطلقين التصرف عشان يجيزوا ما فوق ذلك. دي نقط مهمة ناخد بالنا. فإن أجازوا فإجازتهم تنفيذ للوصية بالزائد، وإن ردوه بطلت في الزائد، ولو رفضوا تبطل في الزائد. هنقف هنا، نحاول نشوف كلام الشيخ اللي بيقول، لأنه عامل مقدمة طويلة على هذا الكلام. بيقول الشيخ البيجوري رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: فصل في أحكام الوصية، أي بالمعنى الشامل للإيصاء، لأن المصنف سيذكر الوصية بمعنى الإيصاء، الإيصاء هو الفعل نفسه، بقوله: وتصح الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال، إلى آخره. ولذلك فسرها، هتيجي الحاجات دي اللي هي إيه؟ الشروط التي يجب أن تتوفر في مين؟ في الموصي. ولذلك فسرها الشارح بالإيصاء، حيث قال: أي الإيصاء بقضاء الديون وتنفيذ الوصايا والنظر في أمر الأطفال كما سيأتي. ولما كانت الوصية مشاركة للفرائض في التعلق بالموت من حيث الرد والقبول والثلث الذي تعتبر منه، كانت كأنها مندرجة فيها في الفرائض، يعني لأن برضو ليها فرض أو ليها ثلث ما تزيدش عنه، ومرتبطة بالموت زي برضو الإرث مرتبط بالموت، فليها علاقة يعني. لكن طبعا الفرائض أقوى منها، لما كانت الفرائض أهم منها وأقوى، والذي تعتبر منه كانت كأنها مندرجة فيها، فلذلك ترجمها بفصل: ولما كانت الفرائض أهم منها وأقوى قدمت عليه. قدمنا الفرائض ليه؟ لأنها أقوى، فرائض من اسمها حتى فرض. والوصية في الغالب الأعم أنها سنة مؤكدة، وأحيانا تبقى مباحة، وأحيانا تبقى واجبة، وأحيانا تبقى محرمة، يعني تبقى مكروهة، يعني إيه بتدور فيها الأحكام الخمسة. وهندي لك أمثلة للوصية الواجبة، لكن هي عموما إجمالا فالوصية حكمها أنها سنة مؤكدة. كويس، لكن الفرائض فرائض، يبقى يقدم الفرض على ايه؟ على السنه، وده شيء عادي. لكن ليه هم ناقشوا الحكايه دي؟ لان ربنا قدمها على الفرض على الارث في القران، قال: من بعد وصيه يوصي بها او دين، يعني التقسيم ده يبقى من بعد الوصيه والدين، فقدمها على الارث. فبعض العلماء قال لك حد هنا نقدم ما قدمه الله، لكن هم العله ان ربنا قدم الوصيه لان الوصيه لكونها سنه قد يتهاون فيه، فقدمها الله على الفرائض سبحانه وتعالى حتى لا يتهاون فيه، وقدمها أيضا على الدين لأن الدين لهم مطالبين له، يبقى في ناس تطالب بدينها ما تقدرش، ومعهم أوراق ومعهم جايبين محامين هياخدوه قضاء أو صلح، هياخدوه، إنما الوصية ضعيفة كويس وفي إيد الورثة وممكن يمنعوها، فأم ربنا جعلها حتى مقدمة على الدين. كل ده ايه؟ حتى يهتم الناس بها لعدم اهتمامهم اصلا بها، فيبقى التقديم للاهتمام لا لكونها اقوى من الفرض. واضح؟ ولما كانت الفرائض اهم منها واقوى قدمت عليها، فاندفع قول من قال كالشيخ الخطيب، قدم هنا في الكتاب يعني،
قدم الفرائض في الكتاب على الوصايا عشان أهم منها وأقوى. فاندفع قول من قال كالشيخ الخطيب وكان الأنسب تقديم الوصية على الفرائض لأن الإنسان يوصي ثم يموت فتقسم تركته، وهو ناظر في ذلك للإتيان بصيغة الوصية السابقة على الموت. يعني قال لو اتعبرنا الترتيب الزمني فحق الوصية بيقولها قبل ما بيموت، وبعدين الإرث بيبقى بعد ما بيموت، فلو ماشيين بالترتيب الزمني يقول الوصية الأول. ده كلام الخطيب الشربيني ومن وافقه، خصوصا أنه ذكرت أيضا في القرآن أولا. وهو ناظر، اللي بيقول كده ناظر في ذلك للإتيان بصيغة الوصية السابقة على الموت كما يصرح به قوله يوصي ثم يموت. والمصنف كغيره، اللي هو المصنف اللي هو مين؟ القاضي أبي شجاع. والمصنف كغيره نظر إلى كونها إنما تعتبر من حيث القبول والرد والثلث الذي تكون منه بعد الموت، مع كون الفرائض أهم منها وأقوى كما علمت. يبقى هنا دي بيبين لك وجهة نظر اللي قدم الوصية، وجهة نظر اللي أخر الوصية، وجهات نظر يعني. لكن مرضاش يرجح أيهما، لأن في كتب فعلا قدمت الوصية وفي كتب أخرى قدمت الفرائض عليه. لكن بيبين لك ايه علة هذا لي وده علة هذا. والاصل فيها يعني مش شرط ان تقول ان ده ترجيح قوي، يعني كنا بيقول نرد، يعني ممكن نرد عليه. والاصل فيها قبل الاجماع، الاصل يعني ايه؟ يعني الدليل. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى في المواريث من بعد وصية يوصى بها يوصي بها أو دين، وإنما قدمت الوصية في الآية على الدين للاهتمام بها، لأن النفوس قد تشح بها لكونها تبرعا، لأن الوصية تبرع، فممكن النفوس بعد كده إيه تشح بها لأنها تبرع مش حاجة واجبة عليهم، بخلاف الدين فقدمت عليه حثا عليها، وإن كان الدين مقدما عليها بعد مؤن التجهيز من حيث العمل بقى. الأول بجهز الميت من ماله، وبعد ما جهز الميت أسدد ديونه، بعد ما أسدد ديونه أنفذ وصيته فيما كان في حدود الثلث، ثم الباقي أوزعه على الورث بهذا الترتيب. وإن كان الدين مقدما عليها بعد مؤن التجهيز وأخبار، يبقى جاب لك دليلها من الآية ثم من القرآن يعني، وعايز يجيب لك دليلها من السنة، وأخبار كخبر ابن ماجة المحروم من حرم الوصية، من مات على وصية مات على سبيل وسنة وتقى وشهادة ومات مغفورا له، وكخبر الصحيحين ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، أي مع الإشهاد عليها، لأن الكتاب بلا إشهاد لا عبرة به، فإن اقتصر على الإشهاد بدون كتابة كفى. قال الدميري رأيت بخط ابن الصلاح أن من مات من غير وصية لا يتكلم في مدة البرزخ، وده خبر سمعه عن ايه سيد ابن الصلاح، لكن ما نعرفش دليله. هو بيذكره يعني من باب ايه، يعني الموضوع مرتبط ببعضه. ايوه ها في انهي حته بس، ان من مات من غير وصيه، اكتب فيها وصيه، ان من مات من غير وصيه لا يتكلم في مدة البرزخ، والأموات يتزاورون سواه، فيقول بعضهم لبعض ما بل هذا، يعني ما بيتكلمش يعني في البرازخ بقى، فيقال مات على غير وصية، وكانت واجبة في صدر الإسلام للوالدين والأقربين، لقوله تعالى كتب عليكم، يعني فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. يبقى كانت مفروضة في أول الإسلام للوالدين والأقربين، ثم نسخ وجوبها بآية المواريث
وبعض العلماء قال لك ما زالت الآية غير منسوخة حتى بعد آية المواريث، وأن المقصود بالوالدين والأقربين غير المسلمين. يعني افرض واحد أسلم وأبوه وأمه على غير الإسلام، يجب عليه أن هو يوصي لهم برا بهم من ماله، لأن هم محرومين من الإرث بسبب اختلاف الدين، وهو مأمور أن هو يحسن إليهم حتى ولو كانوا على غير الإسلام. مش كده؟ قال وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. كده برضو، وما لا تعصيهم إلا بس في الكفر، غير كده هم أبوك وأمك برضو تسمع كلامهم وتبرهم وكل حاجة وتنفق عليهم وكل حاجة، واخد بالك؟ فقال لك إن الآية دي تظل عاملة وغير منسوخة في المسلم الذي له أبوين غير مسلمين أو أقارب غير مسلمين، لأن كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني مالا الوصية للوالدين والأقربين. طب الوالدين والأقربين المسلمين إيه معروفة في المواريث نصيبهم إيه؟ طب غير المسلمين مش معروف، يبقى وصلهم بقى. فهمت؟ فبعض العلماء قال لك إن دي ليست منسوخة إلا في حق المسلمين، ولكنها تظل عاملة في الآباء والأقارب غير المسلمين. واضح؟ ثم نسخ وجوبها بآية المواريث، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لا وصية لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، وبقي استحبابها. يبقى نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. واضح؟ فهي سنة مؤكدة إجماعا، فهي هنا الوصية يعني. فهي سنة مؤكدة إجماعا لغير وارث. واضح؟ وإن كانت الصدقة في الحياة أفضل منه، لما بتتصدق في حال حياتك ثوابها أعلى من إنك أنت توصي بعد وفاتك. الاثنين سنة بس دي أفضل في حال حياتك. ليه؟ لأن إيه أفضل الصدقة؟ أن تنفقها وأنت إيه صحيح شحيح تخشى الفقر، واخد بالك؟ دي أفضل الصدقة. يبقى لسه يعني ما عندكش أموال كتيرة، وفي نفس الوقت يعني صحيح، يعني مش منتظر هتموت قريب، أدي معنى صحيح، مش في بالك الموت. لكن اللي بيبقى على فراش المرض وقالوا له ده مرض خطير، طب ما سهل عليه يزهد في ماله بقى، ساعتها يتصدق عادي. فهمت ازاي؟ لكن أفضل الصدقة إيه؟ عندما تنفقها وأنت إيه صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. واضح؟ يبقى دي أفضل الصدقة. عشان كده يبقى الصدقة في الحياة أفضل من الوصية، وكلاهما سنة. واضح؟ وقد تباح، يعني هيدي لك أمثلة أنه ممكن تبقى مباح. وقد تباح الوصية كالوصية للأغنياء. واضح؟ يبقى ادي صوره للوصيه المباح، انك توصي لواحد غني. وقد تكره كالوصيه بزائد على الثلث، او كانت للوارث. طب لو وصى لوارث مكروهه بس مش حرام. واضح؟ وكذا لو وصى اكثر من الثلث مكروهه وليس بحرام. وقد تحرم فالوصية لمن عرف أنه متى كان له حق في التركة أفسده. أفرض أن أنا عارف أن في راجل مرازي مزعج، التعامل معه صعب، أو ما أنا وصيله بجزء من تركتي في المشاع، يقوم يرازي بقية الورثة ويبوظ لهم التركة، يبقى كده حرام بقى، لأن أنا سبت لهم هنا ديناميت مفجرات في الإرث، في شقاق ونزاع، يفضلوا في نزاع، يبقى كده حرام عليا بقى، واخد بالك؟ لانه ده هيدخل في الارث يفسد التركه. كالوصيه التي يترتب على ترك وقد تحرم كالوصيه لمن عرف انه متى كان له حق في التركه افسدها. وبرضه ممكن تبقى حرام امتى؟ كالوصيه لبناء الكنائس، واخد بالك؟ وبيوت عباده غير المسلمين، دي برضه امثله كده برضو. او يوصي لها مثلا انها تستعمل في السينما،
لإنتاج الأفلام، وإحنا مذهبنا إن التمثيل حرام، يبقى أوصى بها لحرام، أو يوصي إنها لشراء معازف اللي بيعزفوا موسيقى، وعندنا إحنا في مذهبنا المعازف حرام، يبقى هنا حرام الوصية دي لأنها هتنفق في حرام. يعني أمثلة بقى كتيرة ممكن تقيس عليها حاجة. يبقى وقد تحرم كالوصية لمن عرف أنه متى كان له حق في التركة أفسده. وقد تجب، إمتى تجب الوصية؟ لو علي دين، لو علي دين هنا بقى الحديث كلها حست أن الإنسان ما ينامش ومش كاتب وصيته، لأن لو أنا علي دين ومش قايل لأولادي ولا كاتب وضع في ورقة هيضيع على الرجل أصحاب الدين، صح؟ يا جاموت يجوا الورثة يقولوا لهم، يقول لهم طب فين الورق؟ يقول لا ده احنا كنا واثقين فيه، فلازم بقى انا كاتبها. يبقى تجب الوصية امتى تجب؟ لما يكون عليك دين وليس عندك سداده لازم تعمله. ليه؟ لان قد يأتي الموت بغتة، فتبقى انت اثبت، وساعتها مش تكتبه بس، تكتبه وتشهد، لان ممكن لما تكتبه يقول لك لا دي ورقة مدسوسة حطوها تحت المخدة بتاعته كده وخلاص، احنا ايه ضمننا ان ابونا اللي كتب؟ تحصل نزاع حاجات زي، فلازم كمان يشهد، ما لا يكتفي بالكتابه فقط. يبقى اي واحد عليه ديون ما ينامش الا ما يكتب وصيته ويشهد عليه. واحد مستلف 1000 جنيه، واحد مستلف 2000 جنيه، واحد مستلف 3000، واحد مقترض من البنك مليون جنيه عشان يوسع المصنع بتاعه، واحد مش كل دي ديون، يبقى لازم ايه؟ يكتبها ويشهد عليها ويعرف اهله. واخد بالك؟ كمان ان انا علي ديون لفلان وعندي ديون فلان وعلي ديون فلان، ويبقى كاتبها واضحه. وقد تجب وان لم يحصل له مرض كالوصيه التي يترتب عليها على تركها ضياع الحقوق التي عنده او عليه. تاخد بالك؟ تاخد بالك منه. برضو افرض ان انا ليا اموال بره كتير، يعني انا مشغل فلوسي وعندي مليون جنيه مشغلهم بره، لازم اكتبهم بقى علشان اولادي من بعدي يعرفوا يحصلوا حقوقهم، والا يبقى انا كده ضيعت اموالهم. فهمت؟ يبقى قد يكون الحق لك وقد يكون الحق عليك، وفي الحالتين دول لازم تثبت حقوقك، لان هذه الحقوق لو مات الانسان بتبقى حق للورث. كالوصية التي يترتب على تركها ضياع الحقوق التي عنده أو عليه فتعتريها الأحكام الخمسة. يبقى الوصية تعتريها الأحكام الخمسة، أحيانا تبقى سنة، وأحيانا تبقى مكروهة، أحيانا تبقى مباحة، أحيانا تبقى حرام، أحيانا تبقى واجبة. وأركانها لا بمعنى الإيصاء أربعة: موص وموصى له، اللي هو طرفي العقد، يعني واحد يوصي ويوصى له، يعني الطرفين، وموصى به اللي هو ايه؟ ما ينتفع به. وصيغة سهلة، يعني مش عايز حفظ، دي فهم تقدر تجيبها على طول. وكلها تعلم من كلامه صريحا او ضمنا او اشارة. واما بمعنى الايصاء، الايصاء اللي هو يعني الفعل نفسه، فاركانها اربعة ايضا، لكن بإبدال الموصى له بالوصي، وإبدال الموصى به بالموصى فيه. قوله وسبق معناها لغة وشرعا، فمعناها لغة الإيصال، من قولهم وصى الشيء بالشيء إذا وصله به، لأن الموصي وصل خير دنيا بخير عقباه. وشرعا لا بمعنى الإيصاء، تبرع بحق مضاف لما بعد الموت ولو تقديرا. فالتحقيق كأن يقول أعطوا لفلان كذا بعد موتي، أو قاله بعد موتي، فيتوقف على أن يقول بعد موتي تحقيقا. والتقدير كأن يقول أوصيت لفلان بكذا وما قالش موتي، يبقى دي تقديرة، يعني تقديرا تفهم أنه بعد موتي، مع أنه ما نصش على الموت، قال أوصيت لفلان بكذا.
يبقى ده يبقى ايه يعني بعد الموت تقديرا، انما لو نص بعد موتي بقت تحقيقا. وان لم يقل بعد موتي فلا يتوقف على ان يقول بعد موتي، لان الوصيه لا تكون الا بعد الموت، فكانه قال بعد موتي، فهو مضاف لما بعد الموت تقديرا، وبمعنى الايصاء اثبات تصرف مضاف لما بعد الموت. يبقى الايصاء اللي هو الفعل نفسه، وده تصرف لما بعد الموت، اثبات تصرف مضاف لما بعد الموت، ولو تقديرا برضه، يعني سواء نص على الموت يبقى تحقيقا، او ايه لم ينص عليه تبقى تقديرا. وان لم يكن فيه تبرع كالايصاء بالقيام على امر اطفاله، يبقى الايصاء ممكن ما يبقاش فيها تبرع، يعني الوصيه اقل من الايصاء من حيث المعنى، الوصيه تملي تبرع، لكن الايصاء قد يشمل اشياء ما فيهاش تبرع. وصيت فلان انه يراعي اولادي من بعدي، طب فين التبرع؟ انا بكلفه، فاهم؟ يبقى الايصاء اعم، يشمل الوصيه وما زاد عليه. انت لسه جاي، اجلس اهدى، خد نفس عميق، والصبر جميل، خلاص يعني تابع من حيث حضرت، وبعدين في الاخر نبقى نقول احد. وان لم يكن فيه تبرع كالايصاء بالقيام على امر اطفاله ورد ودائعه وقضاء ديونه، فانه لا تبرع في شيء من ذلك. يبقى احنا عندنا الوصيه تبرع مضاف لما بعد الموت، لكن الايصاء عام، قد لا يكون تبرع فيه. فالايصاء يشمل الوصيه وما زاد، لكن الوصيه لا تشمل الا التبرع لما بعد، لانه ممكن يبقى فيه تكاليف، يقول له ايه سدد ديوني بعد ما اموت، او ده تكلفه، طب هو مش هيستفيد، يعني مفيش تبرع له، ده انت كلفته. وقد يشتمل على تبرع كالايصاء بتنفيذ وصاياه، وقد يشتمل ايضا على تبرع انك انت تنفذ ايه، توصيه انه ينفذ وصاياه، يعني توصيه انه يتبرع بتنفيذ وصيتك بدون مقابل، فبرضه في تبرع، بس من قبل مين؟ من قبل القائم بالايه؟ بها. ولا بد من زياده في التعريف الاول، وهي ان يقال ليس بتدبير ولا تعليق، يعني حقه يقول ايه تبرع بشيء مضاف لما بعد الموت، ليس بتدبير ولا تعليق عتق بصفة، كما زادها في شرح الخطيب وغيره، ليخرج التدبير وتعليق العتق بصفة بعد الموت، فكل منهما ليس بوصية، وإن التحق بها حكما من حيث الاعتبار من الثلث كالتبرع المنجز. يعني لما بيقول للعبد بتاعه أنت حر دبر موتي، ده اسمه تدبير، صحيح بيتحسب العبد ده من ثلث تركته، إن كان أقل من الثلث ينفذ التدبير، وإن كان أكثر لا ينفذ إلا بإجازة الورث، واخد بالك؟ يبقى فقال لك إن إحنا إيه نخرج التدبير، وكذلك ولا تعليق عتق بصفة كما زاد في شرح الخطيب، ليخرج التدبير وتعليق العتق بصفة بعد الموت، فكل منهما ليس بوصية، وإن التحق بها حكما من حيث الاعتبار من الثلث كالتبرع المنجز في مرض الموت. بيدي لك أمثلة برضو زيها، كالتبرع المنجز في مرض الموت أو الملحق به. التبرع لما يجي يتبرع بشيء وهو وينفذه وهو في مرض وفاته، يعني هو في العناية المركزة، ده بيلحق بالوصية برضو، يلحق بالثلث يعني، وإن كان هو ليس بوصي، لكن يلحق بالثلث، واضح؟ حتى لو بيع وشراء طالما في مرض الوفاة ممكن يضر بالورثة، طالما في مرض وفاتي ممكن يعمل نكاية كده في الورثة، متغاظ منه عشان أما عيه وراح المستشفى محدش زاره، فاتغاظ هو منه، قال خلاص أنا بقى، يقوم يبيع الحاجات بإيه بثمن بخس نكاية فيه. تحصل ساعات يعني. علشان كده في الحالات دي بيقولوا ايه؟ بنلحقها بان هي تشبه الوصية، اننا نحكم فيها في الثلث، لكن هي مش وصية لانها مش تبرع. لان ده نجزها، ده عملها. والوصية تبلل بعد الموت، فهمت؟ كالتبرع المنجز في مرض الموت او الملحق به.
أو الملحق بالموت كالتقديم للقتل وهي جان الريح في حق راكب السفينة، يعني أي حاجة تلحق بمرض الموت. يعني أنا راكب سفينة والبحر هاج وحنغرق خلاص، رحت إيه متصل بالتليفون أو بعت التلغراف أو أي حاجة اتصرفوا في حاجة أموال معينة على إن خلاص هنموت، أو ده كأنه مرض وفاة لأن ده يلحق بيه برضه، واخد بالك؟ كالتقديم للقاتل، حكمت عليه المحكمة بالإعدام، هو لسه هيعمل نقد وكل حاجة مش هيتنفس، فلما لقى إعدام إعدام راح اتصرف في بعض أمواله، واضح؟ أو ده برضه يعتبر تصرف إيه؟ كأنه بيتصرف بتصرف منجز، واخد بالك؟ فيأخذ إيه من الوصية إنه يبقى في حدود الثلث، فإن زاد عن الثلث ما نجزوش. يتصرفوا بقى، يتصرفوا، القضاء ما يبرمش العقل، يروحوا بقى الورثة يشتكوا وييجوا بعدين يثبتوا ويجيبوا شهود ان ده كان تم وهو لسه مريض في المستشفى وبتاع، يقوم يجي القاضي ينظر في القضية وبعدين يسلب البائع العقد ويفسخه ويديله حقه ويقول لهم خلي، وهكذا، او يفسخ جزء من العقد اللي هو ما زاد عن الثلث. او الملحق به كالتقديم للقتل وهيجان الريح في حق راكب السفينة والطلق في حق المرأة. بتطلق بقى وبتولد، اصل كان زمان 40% من الستات بيموتوا في سن الولادة قبل ما يبقى في خدمة امراض نساء، الوقت الرجالة بقت بتموت قبلهم الحمد لله الخدمة اتحسنت يعني لكن كان زمان الست طالما داخلة في ولادة يعني دي يعني غالبا هتموت غالبا، ولو عدت من الولادة ما تعديش من حمى النفاس بيموتها، عشان كده كانت تاخد اجر شهيد وما زالت برضه تاخد اجر شهيد، بس دلوقتي نسبه الوفاه في الحالات دي قليله. يعني كان الوفاه من سن 15 سنه لسن 45 سنه سن النساء اللي هو سن الولادات، من 15 سنه ل 45 سنه ده السن اللي بيولدوا فيه ويحملوا، الوفاه اللي فيه نسبه 40% منهم بيموتوا بسبب ايه؟ حاجه متعلقه بالحمل والولاده. شوف قد ايه، فكانت نسب عالية، فعشان كده اعتبروها دي بالمرض المفضي للموت. فلو اتصرفت في مالها، احنا دلوقتي ممكن في الفقه الحديث نشيلها لتحسن الخدمة، واخد بالك؟ لأن بتبقى مصيبة كل يوم في المستشفى عندنا مثلا بيولدوا قد 50 حالة، لكن في الشهر تموت من ايه؟ تموت 3 حالات بس في الولادات في الشهر كله، هما بيولدوا كل يوم 50، ويوم ما تموت بقى 5 حالات تحقيق، وازاي ماتت يعني المفروض ما تموتش، فهمت؟ تبقى مشكلة. فيبقى بالتالي احنا في الفقه الحديث ممكن نشيل المثال ده لتحسن الخدمة الطبية في الأماكن اللي فيها خدمة طبية كويسة. طب افرض ان احنا قاعدين في حتة صحراء بقى، نرجع نكتبها، فهمت ازاي؟ عشان ما فيش خدمة طبية، وهكذا. يبقى يراعى الأحكام حسب ايه؟ تغير الأحوال، واخد بالك؟ فلازم الواحد يفهم وهو بيقرا الكتب دي ايه الحاجه اللي يشيلها وايه الحاجه اللي يحطها وامتى يشيلها وامتى يحطها وهكذا، يبقى عندك بصيره يعني. والطلق في حق المراه عند الولاده ونحو ذلك. فلو اختلف الوارث والمتبرع عليه والمتبرع عليه بعد موت المتبرع في عين المرض. افرض جالك المتبرع له قال لك لا ده ما كانش مرض وفاه، ده كان شويه انفلونزا. ده انفلونزا، ليه انت عايز تحرمني من وصيه؟ تقول لي مرض وفاه، ده واحد يعني عنده انفلونزا بيعطس وكل الناس بتجي لها انفلونزا، دي مرض ما يموتش. الراجل بقى مات بالسكته القلبيه، ده مش من الانفلونزا، ليه هتقول لي بقى ان تبرع؟ الثاني الوارث يقول له لا ده دي مرض وفاه، واختلفوا الاثنين، فهمت ازاي؟ القاضي ياخد براي مين؟ براي الوارث بس باليمين، واضح؟ هيحلف طب ما هياخد حرام، يكفي عقوبة تمحق البركة، فهمت ازاي؟ نمن يجيب له بقى شهادة طبية، القاضي بقى يطلب بقى مسوغات كتيرة،
لا القاضي بقى يقعد يبحث فهمتني ازاي؟ براحته، وبعد كده يخليها حكم قضائي مش فتوى بقى، على حسب برضو ظروف الحالة. اذا كان انتشر الحلف باليمين الكاذب وانتشر ان الناس ما بقتش تهمها، ويبتدي القاضي يطلب بقى مسوغات اخرى وقرائن اخرى، يجيب مثلا تقرير من الطبيب، العلاج، التشخيص، هل مرضه فعلا كان ده يعني مخوف يؤدي الى الموت ولا مرض غير مخوف ولا يؤدي للموت، ويبتدي بقى القاضي يبين في ذهنه الحكم يمشي على اي سنة. لكن احنا بنتكلم على الفتوى، افرض هو واحد بيفتي وما عندوش ايه اي ادلة اخرى، لا معاه تقرير ولا بلد فيها اطباء ولا كده، نعمل ايه القاضي؟ فهمت بقى المسألة؟ فلو اختلف الوارث والمتبرع عليه بعد موت المتبرع في عين المرض، كأن قال الوارث كان حمى مطبقة، يعني حمى مطبقة يعني حمى مهلكة، وقال المتبرع عليه كان وجع ضرس بس، ده كان ضرسه بيوجع يعني مش مرض يموت يعني، صدق المتبرع عليه بيمينه. صدق هنا بقى ايه؟ المتبرع عليه بيمين، لأن الأصل السلامة من المرض المخوف وعلى الوارث البينة، يبقى أنا عكست في الحكم، خد بالك. يبقى هنا هيصدق، بس المسألة فيها وجوه في تفاصيل المذهب، بس ده المعتبر، لأن تملي الشيخ البيجوري يقول لك الوجه الإيه المعتمد يعني اللي عليه الفتوى، لكن لما تبحث بقى في دخانيق المذهب هتلاقي فيها إيه أوجه أخرى. لكن على أي حال نمشي هنا على الوجه المعتمد في المذهب، كويس. قال لك ان هنصدق مين؟ المتبرع عليه بيمينه، لان الاصل السلامه من المرض المخوف وعلى الوارث البينه، يبقى الوارث يجيب بقى شهاده التقرير الطبيب يتصرف. قول ولا يشترط في الموصى به ان يكون معلوما وموجودا، ذكره توطئا لكلام المصنف ودخولا عليه، ولذلك رتبه عليه بقول وحينئذ إلى آخره. نعم يشترط فيه كونه مقصودا وقابلا للنقل اختيارا ومباحا، يشترط فيه كمان، زود لك الإمام البيجوري أهو، أنه يبقى مقصود وقابل للنقل اختيارا وأن يكون مباح، زود لك حاجات أهو. فلا تصح الوصية بغير المقصود، غير مقصود يعني غير منتفع به، كدم فإنه غير مقصود، يقول لهم أنا أوصي بدم ذبائحي يأخذه فلان، طب الدم ده مقصود وأنت ما بتذبح الذبيحة قصدك الدم ولا قصدك اللحمة؟ فده غير مقصود فما ينفعش، فاهم؟ هيقول لك أهو صبر جميل. ومباحا فلا تصح الوصية بغير المقصود، هيبتدي الأول بغير المقصود، كدم فإنه غير مقصود فلا تصح الوصية به، وبما لا ينقل، هيقول لك هو غير المنقول أهو يا عبد الوهاب، وبما لا ينقل اختيارا، مثال نحو أم ولد فإنها لا تقبل النقل من شخص إلى آخر فلا تصح الوصية بها، لأن طالما عنده أمى وحملت منه بقت اسمها أم ولد، يبقى ما ينفعش أوصي إنها تروح لغيري لأن خلاص دي هتتحرر بعد وفاتي، واضح؟ فيها خلاف. سيدنا علي بن ابي طالب كان يجيز بيع ام الولد، واخد بالك ان كان عليه ديون، ولكن سيدنا ابو بكر وعمر كان لا يجيز بيع ام الولد، يعني فيها تفصيل، لكن ده المعتمد. حتى سيدنا علي قال اني ارى ذلك ولكن لا احب ان اخالف من قبلي، يعني فقه وصله لكده، لكن من حيث التنفيذ مش عايز يخالف سيدنا ابو بكر ولا سيدنا عمر، وده يدلك على ان برضه الصحابه ما كانتش تحب تخالف الاجماع ولو اجتهدوا ووصلوا إلى أمر آخر، فده أدب يعني في الخلاف. وبما لا ينقل اختيارا نحو أم ولد فإنها لا تقبل النقل من شخص إلى آخر فلا تصح الوصية بها، يعني ينفع يوصي مثلا إن أم الولد بتاعته دي تبقى لفلان بعد وفاته؟ ما ينفعش، لأن لا تقبل الانتقال اختيارا، واخد بالك إزاي؟ احنا دلوقتي ما فيش حاجه اسمها خصوصيه، يعني ما فيش المثال ده لان ما عندناش رق، ما عندناش رق،
يعني باختيارها يعني، أو باختياره، لأن الشرع له فيها حكم، يعني ليس له اختيار في تصرفه. الصورة دي على فكرة ليست لها تطبيق في الايه في الحياة المدنية الحديثة، واخد بالك؟ لأن العربية بتاعته ما تنفعش تقص عليها، ولا البيت اللي ساكن فيه تقيسه عليه، لأن كل ده بينتقل إلى ايه الورد، واخد بالك؟ لكن ما لهاش صورة يعني تشبه. وكذا قصاص وحد قذف لغير من هما عليه، فإن مستحقهما لا يتمكن من نقلهما لغيره. يعني عليه قصاص، يوم يوصي يقول طب أنا يا جماعة لو ما اقتصوش مني يبقوا اقتصوا الفلان، ينفع دي قبل للنقل؟ فاهم؟ ما ينفع. وكذا حد قذف ما ينفعش لغير من هما عليه، فإن مستحقهما لا يتمكن من نقلهما لغيره. يعني لو كان عليه عقوبة لا يوصي بأن العقوبة دي تنفذ في غيره، يبقى لما يبقى عليه عقوبة أو غرامة لا يوصي بأنه يتحملها غيره، واضح؟ وإن انتقل لوارثه، وإن كانت العقوبة دي هتنتقل للوارث لكن ما انتقلش للمتبرع له، تنتقل للوارث، عشان لو كان دين أو قرش أو شيء من هذا أو تعويض مالي هيدفعه الوارث، واخد بالك؟ وإن انتقل لوارثه فإن أوصى بهما لمن هما عليه صحت بغير المباح، كمزمار وصنم فلا تصح الوصية بهما. وبغير فإن أوصى بهما لمن هما عليه صحت، وإن انتقل لوارثه فإن أوصى بهما لمن هما عليه صحت. كده خلصت العبارة. هنبتدي بقى إيه لمثال وبغير المباح، يعني لا يجوز أن يوصي بغير المباح، يبقى دي جملة جديدة. وبغير المباح كمزمار وصنم فلا تصح الوصية بهما، واضح؟ وحينئذ يقول لك تنوين عوض، عوض عن الجملة السابقة، يعني وحينئذ يعني أنه لا يشترط في الموصى به أن يكون معلوما موجودا، كأنه إيه بيقول لك الجملة دي كلها، فعايز يختصر لك الجملة دي كلها، يقول حينئذ، يبقى التنوين ده تنوين عوض، زي ما إيه يومئذ تحدث أخباره، يعني يومئذ زلزلت الأرض زلزال وخرج الأرض أثقال، فيقول لك يومئذ بدل ما يعيد الجملة ثاني يقوم يعمل تنوين عوض، قد يكون عوض عن جملة وقد يكون عوض عن جملة وقد إيه؟ إيه؟ وعن عن حرف أو اسم أو إيه؟ جملة. وحينئذ أي وحين إذ كان لا يشترط في الموصى به أن يكون معلوما وموجودا، وضح لك الجملة اللي إيه؟ اللي العوض عنها هنا. وقول تجوز الوصية أي تحل وتصح، بل تندب لأنها سنة مؤكدة كما مر، ويعلم من الوصية الصيغة لأنها ركن فيها كما سبق، ويشترط فيها لفظ يشعر بالوصية، وفي معناها ما مر في الضمان من الكتابة وإشارة الأخرس. يعني ممكن يقول لفظ منطوق أو مكتوب أو إشارة مفهمة، فالإجاب صريحا كأوصيت له وإن لم يقل بعد موتي، أو أعطوه له أو هو له أو وهبته له بعد موتي. طالما ما قالش لفظ وصية يبقى لازم يقول بعد موتي، لكن لو قال لفظ الوصية مش شرط يقول بعد موتي، لأن الوصية معروفة أنها بعد الموت. لكن أقول وهبته له ممكن تبقى منجزة الآن، لازم يقول بعد موتي عشان نقول إن هي دي ليست هبة منجزة بل هي وصية بعد الموت. وإن لم يقل بعد موتي أو أعطوه له يعني بعد موتي، أو هو له بعد موتي، أو وهبته له بعد موتي، يبقى بعد موتي تعود على الثلاث أمثلة. بعد موتي في الثلاثة، أدي معنى إنها تعود في الثلاثة. وكناية، وينفع تبقى كناية. يبقى الإجاب يكون صريح كأوصيت، أو بأي لفظ ثم يقيده بعد الموت، يبقى دي صريح. كناية يعني إيه غير صريح، لفظ غير صريح. يعني يحتمل ويحتمل، ده الكناية. كهو له من مالي،
وأما هو له فقط فإقرار لوصية. أما يقول له إن المال ده هو له، قد يكون إقرار إن ده ماله، لكن لما أقول هو له من مالي يبقى دي وصية. واضح؟ تبرع وأما هو له فقط فإقرار لا وصية. والقبول، احنا قلنا الإجاب اللي هو اللفظ المشعر بالوصية. طب والقبول اللي هو حياة الموصى له بقى، لا يشترط أنه يقبلها في الحال. ليه؟ لأن الموصي ممكن يرجع فيه، واخد بالك؟ فيبقى القبول يتم بالقبض بعد الوفاة، يبقى القبول يتم بالقبض بعد الوفاة. واضح؟ والقبول يكون بعد موت الموصي ولو بتراخ إن كان الموصى له معينا، فلا يصح القبول قبل الموت لأن للموصي أن يرجع في وصيته. واضح؟ فإن ها؟ ترجع لأن للموصي أن يرجع في وصيته. فإن كان غير معين، يبقى لو كان الموصى له معينا، يعني فلان ابن فلان أدي معينة، خدت بالك؟ يبقى يقبلها بعد الوفاة. طب افرض جهة غير معينة أوصى بثلث مالي لليتامى، للفقراء، مش أشخاص معينين، يبقى ما يشترطش فيها قبول، واخد بالك؟ حتى بعد الوفاة. فإن كان غير معين كالفقراء فلا يشترط القبول، بل لا يتأتى لتعذره، وإنما لم يشترط الفور في القبول، لأنه إنما يشترط في العقود التي يشترط فيها ارتباط القبول بالإيجاب، كالبيع، زي البيع وزي الزواج وزي حاجات كتيرة بقى، وزي الفسخ والحاجات دي كلها اللي احنا قرأنا عليه. ولا حاجة إلى القبول فيما له، فيما لو كان الموصى به اعتاقا، كأن قال اعتقوا عني فلانا بعد موتي، بخلاف ما لو أوصى له برقبته، فلا بد من القبول لاقتداء الصيغة له، ويحصل الرجوع. لأن الاعتاق احنا ايه، بنخفف الشروط في الاعتاق. ليه؟ لتشوف الشرع للعتق، فبنخفف الشروط شوية. ولا حاجة إلى القبول فيما لو كان الموصى به اعتاقا، كأن قال اعتقوا عني فلانا بعد موتي، بخلاف ما لو أوصى له برقبته، فلا بد من القبول. أوصى له برقبته، المثال الثاني قال إيه، العبد بتاعي ده أوصي به أن يكون عبدا عند فلان، هنا ما فيهاش حرية بقى، يبقى هنا يشترط القبول. انما المثال الاول في عتق، فعتق ما اشترطش القبول، احنا بنتلكك عايزين نحرر الناس، انما هنا هينقل عبوديته الى اخر، فيشترط القبول. واضح؟ بخلاف ما لو اوصى له برقبته، فلا بد من القبول لاقتداء الصيغه له، ويحصل الرجوع عن الوصيه كلها او بعضها. كيفيه الرجوع عن الوصيه بقى؟ بالقول نحو أبطلت الوصية أو رجعت عنها، وبقوله هذا لوارثي، يعني بعد ما أوصى بالشيء ده لفلان قال إيه، لا هذا لوارثي، يبقى كأنه رجع عن الوصية. كويس؟ يبقى دي كلها أقوال. أو يقول رجعت عن وصيتي، أو يقول أبطلت الوصية، وقد أشار إلى الموصى به وبنحو بيع ورهن وكتابة. افرض أوصى بالبيت الفلاني الذي يملكه أن يكون مأوى للأيتام مثلا، وبعدين بعد شوية بعد سنة اتنين راح باعه، يبقى رجع في وصيته خلاص، راح رهنه، يبقى رجع في وصيته. فهمت ازاي؟ ما هو ملوش صفة أصلا الموصى له، ما احنا قلنا ما فيش قبول إلا بعد الموت والراجل لسه عايش، خدت بالك؟ مش لسه قايلين، طالما لسه عايش ممكن يرجع في وصيته. احنا بندي لك امثله ازاي يرجع في الوصيه، قد يرجع في الوصيه باللفظ، وقد يرجع في الوصيه بالعمل. فهمت ازاي؟ يعني يتصرف تصرف يدل انه رجع عن وصيته. القول قلنا الامثله، طب والحاجه العمل؟ يقول لك هنا ببيع يبيعه، او كتابه
ولو ببيع ورهن وكتابة، ولو بلا قبول، وبالفعل الذي يشعر بالرجوع، وممكن بالفعل كذلك، أو يزيل الاسم نحو خلطه برا معينا وصى به. هو أوصى بالبر ده، شوال القمح ده، واخد بالك، يبقى للفقراء، فراح جاب القمح ده راح خلطه بالقمح اللي بيبيعه، يبقى رجع فصيل. فهمت ازاي؟ بالعمل اهو. ما هو خلاص يبقى كده طالما تصرف فعل حياته. لا، والتصرف كالقول. كويس؟ يثبتوا انه تصرف فعل حياته، يبقى رجع، ويبقى الورقه دي تتقطع خلاص. حتى أو يزيل الاسم نحو خلطه برا معينا وصى به، وطحنه برا وصى به، وعجنه دقيقا وصى به، يعني تصرف فيه. يعني هو وصى بشيء وابتدى يستهلكه. عنده حتة قماشة فخمة أوي تنفع ثلاث أربع بدل، قال أنا عايز أخليها دي لإيه؟ لابن عمي بعد وفاتي، عشان أما يتخرج من الجامعة يعملها بدلة كده ويروح بيها يتشيك كده. أو أما يحفظ القرآن يعملها عباية كده. وكاكولا، كان زمان اللي يحفظ القرآن يفصلوه كاكولا وعمة، ويقوم في ايه، في مجلس حفظ القرآن، ختم القرآن، يلبسوا له العمة، يلبسوه كاكولا ويعملوا له حفلة. واخد بالك ازاي؟ فافرض هو وصى بالبتاع ده، القماش اللي عنده ده اللي جايبه بقى هناك من المدينة المنورة، كان بيحج وفرحان بيه، قال الواد البتاع ده لابن اخويا اللي بيحفظ القرآن، تعملوا له بيها عمة وكاكولا لما يحفظ. كويس؟ وشايلها في الدولاب. بعد شوية جاء عليه شتاء قارس زي بتاع اليومين دول، قال والله اللي عمله بلطو، راح خده واداه للترزي، عمله بلطو. علشان ايه؟ كده بلطو؟ كده بلطو. يمشي بلطو، يبقى كأنه رجع في وصيته. بتصرفه هذا معناه انه رجع في الوصية، خدت بالك؟ قوله وبالمعلوم أي عينا وصفة وقدرا وجنسا ونوعا. دي عشان يبقى معلوم لازم يبقى قدره قد ايه، وجنسه قد ايه، وصفته قد ايه، ونوعه ايه، عشان يبقى معلوم. جميعها او مجموعها، ويقابله المجهول في جميعها او مجموعها ايضا، وشمل المعلوم القليل والكثير، فتصح بحبتي حنطه، ما ينفعش يبيعهم. حبتين حنطه ما ينفعش يبيعهم، ما لهمش قيمه ماليه، لكن ينفع يتبرع بيهم. فهمت؟ وصيه يعني. فتصح بحبتي حنطة وبنجوم كتابة يتبرع بيها. يعني ايه؟ عنده عبد بيشتري نفسه منه بأقساط شهرية، فقال له لو مت باقي الأقساط أنا متبرع بيها، أنت حر. فهمت ازاي؟ أو تبرع بنجوم الكتابة، أقساط الكتابة، واضح؟ أو عامل جمعية مثلا وهو هيقبضها آخر واحد، وهو اللي عليه الدور، فقال لهم يا جماعة لو مت قبل ما أقبضها أنا متنازل عن ايه؟ عن اللي باقي. فيقوم الناس اللي عليهم الدور يدفعوا ما يدفعوش كلهم في اخر ايه قسط، وهكذا. كل دي اسمها نجوم. وبنجوم كتابه يعني اقساط، نجوم هنا يعني اقساط. وان لم تكن مستقره، وبالمكاتب كتابه فاسده، وان لم يقل ان عجز نفسه، ان عجز نفسه. وبالمكاتب كتابة صحيحة إن قال إن عجز نفسه، فإن لم يقله في الصحيحة لم تصح به. دي تفصيل في المذهب في الإيه، في المكاتب، العبد المكاتب. لأن قد تكون الكتابة فاسدة وقد تكون الكتابة صحيحة. كتابة فاسدة يعني نجوم ومش محدد لها أجل. هتدفع كل شهر 1000 جنيه، طب لمدة كم شهر؟ جاي، دي كتابة فاسدة. واضح؟ هتدفع اقساط شهريه لمده سنه، طب القسط قد ايه؟ مش قايل، كتابه فاسده. فهمت؟ انما الكتابه الصحيحه كتابه معروفه ونجومها قد ايه؟ وقدرها قد ايه؟ تبقى واضحه. كويس؟ وان لم تكن مستقره وبالمكاتب كتابه فاسده، وان لم يقل ان عجز نفسه، وبالمكاتب كتابه صحيحه ان قال ان عجز نفسه، فإن لم يقله في الصحيحة لم تصح الوصية به. فقول المحشي تبعا للشيخ الخطيب وبالمكاتب، وإن لم يقل إن عجز نفسه ضعيف أو محمول على الفاسدة، وبعبد غيره
وإن لم يقل إن ملكته إن ملكته. يعني ما ينفعش يوصي بعبد غيره. يقول إيه مثلا؟ العبد بتاع جاري ده واد كويس قوي، يا سلام أنا لو ملكت الواد ده أوصي بعتقي. فهمت إزاي؟ وبعبد غيره وإن لم يقل إن ملكته، لكن لابد أن يكون ملكه عند الموت. يعني تصح بعبد غيره بالصورة دي؟ لا، لو قال بعبد غيري إن ملكته ثم ملكه بعد الموت صح. قبل الموت يعني ملكه قبل الموت. فهمت؟ فإن لم يملكه بعد الموت لا تصح. واضح؟ لا لا، ما قال لهمش كده. يعني هو لو قال لو العبد ده كان عندي كنت أعتقه بعد موتي. كويس؟ هذه الوصية تصح لو ملكه قبل موته وكان أقل من الثلث من مما ترك، خدت بالك؟ لكن غير كده يبقى لا تصح. لكن لابد أن يكون ملكه عند الموت، وإلا تبين بطلان الوصية. يعني لو ما ملكوش قبل الموت تبين بطلان الوصية. واضح؟ وبغير المقدور على تسليمه، تصح بغير المقدور على تسليمه، كالعبد الآبر والطير الطائر في الهواء، وبنجس يحل الانتفاع به كنحو زبل ورماد وجلد ميتة قابل للدم، وزيت النجس وميتة لطعم الجوارح، وخمر محترمة لا غيرها، وكلب معلم. كل دي أمثلة تصح الوصية بها. أو قابل للتعليم، ملك يعني ملك كتابي محترم يعني لها قيمة. وكلب معلم أو قابل للتعليم، فلو أوصى بكلب من كلابه أعطي الموصى له أحدها أعطي الموصى له أحدها، فإن لم يكن له كلب يحل الانتفاع به عند الموت لغت وصيته. عنده كلب لولو كده، هو ده حرام أصلا اقتناء لأنه لا حراسة ولا بتاع، وأوصى به يبقى لفلان ما يحلش لأنه أصلا حرام. لكن أوصى بكلب من كلاب الحراسة بتاعته لفلان وكان ما زال تحت ملكه إلى وفاته تنفذ، تصح. واضح؟ ولو كان له كلاب ومال لم يوصي بثلثه وأوصى بها كلها أو ببعضها نفذت وصيته إن كثرت الكلاب وقل المال، لأن قليل المال خير من كثير الكلاب إذ لا قيمة لها. يعني أوصى بالكلاب كلها وهو عنده مال قليل، الكلاب مالهاش قيمة فمش هحسبها من ثلث التركة، لأن النبي حرم ثمن الكلب حتى، واخد بالك؟ لأنه مالهاش قيمة. واضح؟ ده مش قيمة تملك، ده قيمة بدل حيازة، بدل حيازة رفع يد، دي رفع يد. في مذاهب بتجيز بيعها، احنا بنتكلم على مذهب الشافعية، خد بالك الكلام ده على مذهب الشافعية. روح للقاضي بقى وانت مش عاجبك هيحكم لك بمذهب غير الشافعي، خلاص ريح نفسك. احنا بندرس دلوقتي المذهب. لا عندنا الكلب ملوش قيمة، ملوش قيمة في ذاته، ان النبي نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، حديث صحيح. تمام؟ ايوه. ما هو قال لك انها هتنفذ وصيته في الكلاب، خلاص ننفذ وصيته. وانت عايز تخليها تبقى في حدود الثلث بس؟ ما لهاش قيمة عندهم، صح؟ لانها هيستفيدوا بيها، يعملوا فيها ايه؟ ما بقاش فيهاش بيع، اسمه برضه رفع الحيازة. ما اسموش بيع، دي حاجة ملحقة كده زي ما تقول حيلة فقهية للحصول على قيمة تربية الكلب. واضح؟ دي حيلة بس.
وأوصى بها كلها وبعدها نفذت وصيته وإن كثرت الكلاب وقل المال، لأن قليل المال خير من كثير الكلاب إذ لا قيمة لها يعني في نفسها. واضح؟ أما لو أوصى بكلابه ولا مال له أو له مال وأوصى بثلث أيضا نفذت الوصية في ثلثها عددا لا قيمة، لا قيمة إذ لا قيمة لها كما علمت. يعني افرض بقى أوصى بكلابه كلها ومالوش مال، في الحالة دي تتنفذ بثلث الكلاب عددا مش قيمة. واضح؟ فهمت المسألة بقى؟ يعني عنده مثلا ايه 9 كلاب أوصى بيها كلها وهو لا يملك في الدنيا من حطام الدنيا إلا الكلاب دي، يبقى ساعتها ناخد منهم 3 كلاب بس ننفذ فيهم الوصية وندي الايه للورثة 6 كلاب يتصرفوا فيهم بقى، يحرسوهم يأكلوهم يرفعوا ايدهم عنهم بالاختصاص يتصرفوا، خدت بالك؟ يهوهوا لهم اي حاجه يعملوا بيهم يعني. قوله والمجهول اي من كل وجه، يعني يجوز الوصيه بالمجهول من كل وجه كشيء او من بعض الوجوه كان يكون مجهول القدر كمثال الشارح الذي ذكره بقول كلبا في الدرع. ده مش مجهول من كل وجه، ده مجهول في القدر بس، لكن هو علمك، واخد بالك؟ ده مجهول في القدر بس مش في كل شيء. وكقولي اوصيت له بهذه الدراهم اللي موجوده ايه في الكيس ده وهو مش عددها وهي مجهوله القدر، او الجنس كثوب اوصيت له بثوب هو ما قالش ايه الثوب ده قماشه ايه وكم متر، ثوبه خلاص. أو النوع كصح حنطة، والحنطة أنواع كتيرة، فهمت بالك؟ الحنطة دي يعني القمح أنواع كتير، الحنطة وخلاص. أو الصفة كحمل الدابة، أو العين كأحد عبيدي، أو الصفة كحمل الدابة، قال أنا إيه حديله أوصي له بحمل دابة من إيه؟ من غلة هذا الحقل، حمل دابة ده ما نعرفش قد إيه، خدت بالك؟ أو العين مجهول العين، قال إيه؟ أحد عبيدي ما حددش مين. واضح؟ وبذلك تعلم أو تعلم أن الوصية بالمبهم كأحد عبديه صحيحة، لأن الوصية تحتمل الجهالة كشيء فلا يؤثر فيها، فلا يؤثر فيها الإبهام والتعيين في ذلك للوارث. لما يقول أحد عبيدي اللي يعينه مين؟ الوارث بقى. كويس؟ والحاصل أنه احتمل في الوصية وجوه من الغرر رفقا بالناس وتوسعة عليه، يبقى علة الاحتمال الغرر فيها ايه؟ الرفق بالناس والتوسعة عليه. قوله وبالموجود يعني ويوصي بالموجود سواء كان معلوما أو مجهولا، فالأول كان أوصى له بهذا العبد، والثاني كان أوصى له بهذه الدراهم، يعني هذه موجودة ايه؟ هذا العبد موجود اهو، وهي مجهولة القدر. وقوله والمعدوم أي سواء كان معلوما أو مجهولا، فالأول اللي هو المعدوم المعلوم كأن قال أوصيت له بعشر شياه ممن تنتجه غنمي التي هي من النوع الفلاني، والثاني كأن أوصى له بالحمل الذي سيحدث، وكمثال الشارح الذي ذكره بقولك الوصية بثمر هذه الشجرة قبل وجود الثمرة، ومن المعدوم المنفعة، فتصح الوصية بالمنفعة دون العين مؤقتة ومطلقة ومؤبدة، يعني يصح بالمنفعة انه مثلا يوصي له بسكن الدار بعد وفاته ما قالش تملكها ومنفعة، فإن أطلقها يبقى مدة عمره سموها العمرة والرقبة، واخد بالك؟ طيب إن حدد يبقى خلاص حسب الحد، قال لمدة 2 سنين 3 سنين زي ما يحدد، لو أطلقها تحكم على التأبيد. بمنفعة، بالمنفعة أو مؤقتة ومطلقة، أي مؤقتة يعني بمدة ومطلقة يعني بغير تحديد مدة، ومؤبدة أو ينص إنها على طول له ولمن بعده، خد بالك؟ والإطلاق يقتضي التأبيد،
وتصح بالعين دون المنفعة، ويصح ان هو يوصي بالشقة دي انها ملك فلان بعدي ويسكن فيها فلان الاخر. كويس؟ يبقى ملك فلان يملكها لكن ما يملكش منفعتها، والتاني يملك منفعتها. كل دي يجوز. واضح؟ وتصح بالعين دون المنفعة حتى لو أوصى بالعين لواحد وبالمنفعة لآخر صحت. واضح؟ وإنما صحت بالعين وحدها مع أنه لا ينتفع بها لإمكان سيرورة المنفعة له بإجارة أو إباحة أو نحو ذلك. قول وهي أي الوصية من الثلث. وهي من الثلث أي معتبرة ومبتدأ من الثلث، فمن للابتداء فيشمل الوصية بكل الثلث وببعضه، والأحسن أنه ينقص منه شيئا. الأحسن أن تخليها أقل. كان سيدنا علي يحب تبقى بالربع، تبقى بالخمس، تبقى بالسدس، عشان ما يوصلش للإيه للحد الأقصى يعني، حتى لا يضر الورثة. والأحسن أن ينقص منه شيئا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص حين عاده في مرضه وقال له أوصي بمالي كله، قال لا، قال بثلثيه، قال لا، قال بنصفه، قال لا، قال بثلثه، قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ويجوز في الثلث الأول هي الثلث والثلث كثير، يجوز تقول الثلث والثلث كثير، يجوز في الثلث الأول الرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف أي كفيك الثلث، أو على أنه فاعل فعل محذوف أي يكفيك الثلث. ويجوز تقول الثلثاء والثلث كثير، ويجوز النصب على أنه مفعول لفعل محذوف أي أعطي الثلث. وأما الثلث الثاني فيتعين رفعه لأنه مبتدأ خبره كثير والثلث كثير. كويس؟ الثلث الثاني مرفوع وجها واحد. الثلث الأول يجوز فيه الرفع على الابتداء والفاعلية أو على النصب المفعولية. وأما الثلث الثاني فيتعين رفعه لأنه مبتدأ خبره كثير، وأنتذر بفتح الهمزة على أنه مؤول بمصدر من معناه مبتدأ خبره خير، والجملة خبر أن، والتقدير أنك تركك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة أي فقراء، لأن العالة جمع عائل وهو الفقير، ومعنى يتكففون الناس أي يمدون أكفهم لسؤال الناس. وكان سعد رضي الله عنه ثالث ثلاثة في الإسلام، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم، رواه ابن ماجه وفي إسناده مقال. ولا فرق في كون الوصية من الثلث بين أن يوصي في الصحة أو المرض لاستواء الكل في كونه تمليكا بعد الموت، ومثلها في الحسبان من الثلث تبرع منجز في مرض الموت كهبة وإبراء. يعني واحد كان عليه دين ليك وانت في مرض الوفاة قلت له ايه أبريتك من ديني، فإن كان هذا في حدود الثلث ينفذ. واضح؟ وإبراء ووقف، وقف يعني حبسه لله، يسموها الأحباس أو الأوقاف. وعتق بخلاف المنجز في الصحة فإنه من رأس المال، لكن اللي عمله في الصحة ده كأنه بيتصرف في ماله في حال رأس حال حياته يعني، ولو استغرق كل مال، أنا في صحتي واشتريت بكل مالي حاجة معينة محدش بقى يجي يخبر علي. واضح؟ لكن لما يبقى في مرض الوفاة ممكن إيه يبقى في نوع من الحجر في حدود الثلثي. ولو وهب في الصحة وأقبض في المرض، في حال صحته وهب أهو العمارة بتاعته اللي في المقطم وهبها لفلان في حال صحته، وفلان ده جاء قبضها منه في مرض الوفاة، يبقى وقت القبض كان في مرض الوفاة يبقى في حدود الثلث، لكن لو قبضها قبل مرض الوفاة خلاص بقت حلال بلال لي. واضح؟
ولو وهب في الصحة وأقبض في المرض اعتبر من الثلث، لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض، فلا أثر لتقدم الهبة. واضح؟ ونقف هنا. ويستثنى من التبرع المنجز في مرض الوفاة، نقف عليها الاستثناءات دي، نقولها المرة الجاية حتى لا نطيل عليها. وجزاكم الله خير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا.